إذا كنتو باقيين كتعقلوا، كنت تكلمت لكم على البرزخ، الحياه ما بعد الموت. كنت تكلمت لكم على القيامة، على الجنه، لكن عمرني ما حدثتكم على شنو تيوقع للجسد ديال الانسان اللي كيتوفى. واش فعلا الجسد نتاع بعض الاشخاص اللي كتوقع لهم بعض الكرامات ما كيقدرش يتحلل؟ واذا كان صحيح شكون يكون يا ترى؟ ايضا ما عمرني تكلمت لكم على كيفاش السحره تستغلوا المقابر في دفن السحر. واللي في حلقتنا الليله غادي نتعرفوا على كاع التفاصيل، واهمها شنو كيوقع للجسد نتاع الانسان من بعد الدفن. حلقه الليله كن اكيد بلي انها غادي تهرس لك داك الخوف ديالك من الموت، وغادي تقربك منه اكثر، لان غادي نشارككم بعض النهايات اللي هما سعيده وغادي نركز عليهم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه. اذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. هاد الحلقه ماشي عبثيه ولا لقضاء الوقت، فمولانا تعالى ذكر في القران قصص بعض الاموات، وذكر قصه موت سيدنا سليمان عليه السلام، كيفاش مات وفين مات وشنو اللي دل على الموت ديالو. ايضا ذكر مولانا قصة موت فرعون وكيفاش مات، وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بالتفصيل كيفاش مات فرعون. يعني في سماع بعض المرات القصص نتاع أموات صالحين كانت تحمسوا لها وكانت تشجعوا باش أننا نكونوا بحالهم، ولما كان سمعوا قصص الأموات اللي ماتوا على الذنوب والمعاصي فالإنسان تينفر ديك المعصية لما كيسمع أو كيشوف هاد المشاهد. داكشي باش ذكروا الصحابة بالتفصيل كيفاش مات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووفاة الأصحاب ديالو بحال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم. وكانوا تذكروا حتى وفاة بعض الكفار والمشركين، كلها من باب العظة والعبرة. فأعتذر إذا كان شارككم وإذا شاركت معكم بعض القصص اللي هما حقيقية لنهايات سيئة، ولكن هذه هي النهاية، هذه هي الحقيقة. يمكن قدروا نزعجوا من هاليوم، وهذه طبيعة الموت اللي كيذكر الموت كتضيق في الحياة بعض المرات، ولكن لا بد من هذه الذكرى. إنك لميت وإنهم ميتون. واحد النهار كلنا غادي ندوزوا من هذه المرحلة. صحيح أنه كانت ضيقه دابا، لكن ماشي مشكل، خلينا نتضايقوا شويه باش نساعدوا في حياتنا الاخرى ان شاء الله. يقدر شي حد فيكم يقول ما تسمعوش هاد القصص، اولا ما تبقايش تذكري لينا الموت وهاد القصص وخلينا نعيشوا الحياه. وانا غادي نقول لكم ايوا، ومن بعد فجاه غادي يجيك الموت وانت ما مستعدش ليه. فمن الاحسن اننا نخافوا اليوم باش نتامنوا غدا، ماشي اليوم نتامنوا وغدا نخافوا. خليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. فحلقة اليوم هي مستوحاة ولا مأخوذة من لقاء نتاع الشيخ نفسه اللي ذكرت لكم ذاك النهار بلي انه معروف وتفرغ لغسل الموتى من بعد التقاعد ديالو، واللي اليوم راه توفى رحمه الله عليه. غادي نسول مقدم البرنامج شنو هي الخبره ديالك في السحر في المقابر، بمعنى واش عمرك لقيتي شي سحر مدفون اثناء الدفن ولا من بعده. واش اللي غادي نعطي لكم كمعلومه انكم تزيدوها في القاموس ديالكم، غادي يقول لي داك الشيخ بلي انه الخبره ديالو كتبدا من شحال هذه، واللي كانت خبرة طويلة. تقول بلي أنه السحر في المقابر هو من أخطر وأقوى وأغلى نوع. علاش؟ لأنه هاد القبور عليها ملائكة، والقبر الواحد عليه أكثر من 30 ميت اللي منهم الصالح. القبور كتكون عليها الملائكة، وكيقدر يوصل تمن تاع داك السحر اللي كيدار في القبر للملايين. شو المقصود بسحر المقبرة؟ بمعنى أنه كيجيو موتى اللي هما جاهزين ومغسولين من بيوتهم، وكيجيو للمقبرة اللي معاهم واحد التصريح نتاع الدفن والوفاة في هاد القبر، ومع الزحام ديال الناس كينزل مع داك المتوفى غير اللي قرب ليه لداخل ديال القبر. وسط داك الزحام كيقدر شي حد من هذوك الناس كيرمي بخفه مع داك الميت، يا يعني اما من تحت عنقه او لظهره او لما بين يديه شي سحر. تيقول داك الشيخ كيفاش يعرفوا بلي انه هذا راه سحر، حيتاش لما كيجي وقت التنظيف نتاع القبور فالدود تياكل كاع الجسد نتاع الميت وما تيخلي حتى شي حاجه، وتياكل حتى الكفن ديالو، وتلقاو من بعد هذاك السحر يا يعني اما في الموضع ديال الراس او لم تحت الظهر او لعند رجليه. تيقول هذاك الشيخ بلي انه من بعد تنظيف دوك القبور غادي يجمع داك السحر في علبه كبيره ديال نيدو من طلاسم، حديدات، كتابات اللي كانت غير معروفه وفيها غير الحروف اللي كيدفنها الساحر مع الميت، لاعتقاد بلي انه عليه ملائكه وبلي انه القرين تاع داك الانسان ما يقدرش يجيب داك السحر. بمعنى اذا وقع داك السحر في اخر القطب الجنوبي ممكن انه القرين ديالنا يجيبو، ولكن في داخل المقبره ما يقدرش يخرج داك السحر الا اذا تفتح، وهذا
من أقوى أنواع السحر. تيقول هاد الشيخ أنه من بعد ما جمع قاعدك السحر من القبور غادي يعيط لشيخ واحد آخر اللي هو متخصص في هاد الشي بحال ديال الرقية، حيث ما عرفش ما يدير بديك ديك البواطة اللي عمرها، وخاف لأنه يحرقه ويتلبس هو بديك الأمور أو لا توقع ليه شي حاجة سلبية في حياته، ففضل أنه يعيط للشخص اللي هو ذو اختصاص متخصص في هذا الأمر. غيقول لي داك الشيخ الآخر لأنه جيب لي ديك البواطة نتاع داك نيدو اللي عمرها بالطلاسم. أقسم بالله العظيم، شوف في هذه الليلة إن العلبة يا شيخ كانت في موضوعة في سيارة ولدي، ما حد يسوقها ولا حد يقربها، في محل ما يخطر على بال أحد، تحت الاستبنة محطوطة. يوم جيت رايح للشيخ اتخفت العلبة كاملة وفيها أكثر من 1000 سحر. اختفت؟ اختفت كاملة، حتى إني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرط. كيف اتخفت؟ سألت أحد المشايخ، قال منهم فيهم هم يشيلوها، نفس السحرة الشياطين الجن يشيلوها. ولغاية يومك هذا أنا مستغرب علبة كاملة فيها أكثر من 100 سحر وطلاسم. من اللي وضعها في المكان هذا؟ أنا وضعتها وما جمعتها. أيوه، ما يدري حتى ابني يروح سير عمل ما يدري عنه، يودي سيارة المغسل يغسلها وما يدري إن هذه تحت الاستبنة. السحرة كيقصدوا المقابر والأموات باش أنهم يدفنوا السحر. أهل الميت يكونوا مشغولين والساحر كيستغل هذه الفرصة بخفة. هذه من ناحية السحر. أما من ناحية أنه بعض الأشخاص اللي الأرض ما كتاكلش الأجساد ديالهم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده واحد الحديث على هذا الأمر، أن بعض الناس الأرض ما كتاكلش الأجساد ديالهم مثل الشهداء وغيرهم. فكين بعض الناس اللي تينكروا هذا الأمر، لكن بما أنه هذا الشيخ عنده خبرة وشاف عبر، غادي يحكي على التجارب ديالو اللي وقعوا معاه. غادي يحكي لنا على واحد الراجل اللي توفى 11 سنة وتيجيو يفتحوا القبر ديالو وكيلقاوه كيف ما تقدروا تقيسوني ونقدر نقيسكم، ما قربش منه الدود ابدا، كانه يلا تدفن. وغادي نشارك معكم الصوره الحقيقيه اللي الشيخ صورها، يمكن مازال ما فهمتونيش. انا نعاود لكم القصه. الحفار تاع القبور تيجي لعند هذا الشيخ واحد الايام اللي هي محدوده في الاسبوع، تيجهز لي واحد 10 ديال المقابر من بعد صلاه الفجر. فكاين بعض الناس فضوليين كيجيو كيتفرجوا، وهذاك العامل كينظف القبر، بمعنى كاين في بعض الدول انه في نفس القبر كيدفنوا فيه بزاف على مر الزمن لقله المقابر، يعني اللي توفوا وكلاهم الدود ما تحيدوش العظام ديالهم، كيجمعوها في واحد الجانب الايمن وكيحفروا مسافه نتاع متر وكيحطوا فيها دوك العظام وكينظفوا القبر من جديد وكيتحط فيه ميت واحد اخر. تيقول بلي انه بعض الاخوه تيجيو من بعد صلاه الفجر للفرجه ويشوفوا بعض الكرامات اللي كانت كتوقع. فهاد الشيء غادي يقول للحفار باش انه يولي يجي من بعد صلاه الظهر، الوقيته اللي كتكون فيها الشمس حارقه اللي ما يقدر يجي فيها حتى شي حد. داك الحفار غادي يقول ليه يا شيخ انت راك الفوق وانا راه لتحت كنحفر، راه صعيبه. قال لي الشيخ احتسب الاجر عند الله، احسن لك من انه الاخوان يجيو يضيقوك في الصباح. فعلا تيجهز 10 ديال المقابر لمده 11 سنه، كل سنه كانوا تيحلوا القبر نتاع داك الراجل باش انهم ينطفوه، وكيلقاو بلي انه باقي هو هو، كيعاودوا يسدوه ويمشيو القبر واحد اخر. الشيخ ما دخلش هاد القصه لراسو، فقال لهم بلي انا هاد السنه غادي نوقف عليكم باش نتاكد من كلامكم. فعلا تيقول الشيخ شفت هذا الامر بعيني. لما انتشر الخبر كنت كنجي كنلقى ناس كيجيو كيتبركوا بالتراب ديالو نتاع هذا الميت، الامر اللي خلاه انه يتمص هذا القبر ديالو وخلاه متساوي مع كاع القبور باش انه ما يتعرفش. يعني صحيح باللي انه كاينين الناس الارض ما كتاكلش الاجساد ديالهم لصلاحه لدينه لتقواه، المهم الله اعلم. لما رجعوا للملف نتاع داك السيد اللي توفى من 11 سنه اللي كان مسجل في الاداره نتاع داك المقبره، الشيخ غادي يقابل لانه من حفظه كتاب الله فربي حفظ الجسد ديالو. ودابا غادي نتكلم لكم على مراحل تحلل الجسد وكيفاش اللي يمكن كتخلع اغلبيتكم، وانا اللي صراحه وانا شخصيا صراحه ما كتخلعنيش هذه المرحله. المهم هذه المرحله اللي كيشهد عليها الشيخ وتيقول بلي انه بزاف ديال الناس كيسحب ليها بلي انه الدود اللي تياكل الجسد نتاع الميت راه من الارض. لا هذا غلط، الانسان مولانا خلقه في احسن تقويم والشكل جميل وكيتهلا في راسه، لكن بعد الموت شو تيوقع في هذا الجسم؟ هذا الجسم اذا كان صاحبه عنده قصور واموال وممتلكات كل شيء تيمشي هباء منثورا. لما كيدخل هذا الجسم للقبر من بعد 3 شهور
أو لا أكثر لحسب تغير الجو فكينتفخ الميت من حرارة القبر. الميت كيتحط على الجنب ديالو الأيمن وكيحلو ليه ديك الأربطة اللي عندها حكمة اللي إذا ما تحلاتش فمن بعد المدة نتاع الانتفاخ كينفجر الميت حيتاش الجسم ديالو تيكون معقود. ولكن لما كتحل ديك الأربطة كيف كينتفخ الميت كتحل من واحد الفتحة من الجسم ديالو وكيرجع كيتفش وكيطلع العفن ومن داك العفن كيتكون الدود اللي الناس كيصحاب ليها بلي أنه كيخرج من القبر. الدود ما كيخرج من القبر أبدا، ما كاين لا دود لا حناش ولا عقارب، الدود تيخرج من النفس نتاع الميت فاش كيتعفن البطن ديالو تيخرج الدود منه وكيكثر وتيبقى ياكل في الميت كله حتى ما كيبقى منه والو. فشنو تياكل؟ هذا الدود تياكل الكفن، من بعد ما تيساليه ما كيلقى ما ياكل، تياكل بعضه حتى كتبقى اخر دودة داك الميت ما كتلقى ما كتاكل وكتموت. سبحان الله، سبحان خالق الاشياء كلها. فضروري انه كل واحد فينا يعرف المصير ديالو وبلي انه هذه هي النهايه ديالو. داكشي باش كلامي على الموت ماشي الشؤم وماشي التطير. اذا كان مولانا تعالى تيقول لحبيبه ونبيه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، فشكون فينا غادي يكون حسن من رسول الله؟ شحال غادي نعيشو؟ في الاخير غادي نزول هذا القبر بغينا ولا ما بغيناش. هذا الشيء اللي كاين، فلوسنا، ازواجنا، اولادنا، اي حاجه غادي نخليوها من مورانا وغادي نهبطوا لهذا القبر بوحدنا. وانا عارفه بلي انه عارفين نتوما بلي انه الموت علينا حق وبلي كل شيء عارف انه غادي يموت، ولكن العبره والحكمه هي شنو وجدنا لهذا الموت، شنو وجدنا لهذه الخاتمه. فبما انه دخلنا في الثراء وانك ما غتدي معك والو من زينه الدنيا، كيحكي الشيخ بكل تاثر بالقصه نتاع واحد الرجل اللي عنده ثلاثه من ولاده اللي موقفوا له على صلاته لا على الدفن ديالو ولا على الغسل ديالو. علاش هادشي؟ ببساطه حيتاش مشى تزوج على امهم في دوره واحده اخرى، حيت هاد امهم رفضت انها تمشي معاه لديك الدوله فين تزوج. فهو انسان ثري بما تحمله الكلمه من معنى. فهاد الشيخ لما غادي يعيط لواحد من ولادو اجي غسل معايا باك، تيقول ليه انا دايخ. عيط لابن الاخر، لا انا ما نقدرش نشوف با، وهو كيتغسل. والصغير كان ديك الساعه مازال ما دخل للدوله. لما وصلت الصلاه الكبير بقى في الطوموبيل ديالو وقال بلي انه راه مازال دايخ في الدفن، غادي يمشي معاهم المقبره ولكن ما مشاش معاهم باش انهم يدفنوا باه حيتاش باقي قال لك مازال دايخ. تيقول الشيخ انا هذيك اللحظه استغربت، فمشيت سولت داك اللي جابني باش نغسل داك الراجل، قال لي هذه هي القصه، قال لي بلي انه هذا الشيء كله حيتاش باهم تزوج. ولكن هذا راه باكم مات دابا وخلاليكم اموال طائله والجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، فكيف ما داروا لباهم غادي يدار لهم. يعني سبحان الله، الاب ديال لهم جمع الاموال وتعب حياته كلها حتى الصلاه ما قدروا يصلوها عليه، فتيرجع الاهل ديالو والمال ديالو وكيبقى غير العمل الصالح. فما كيدخل مع الميت الا ثلاث، العمل ديالو والمال ديالو وولادو، وتيرجعوا عليه خير زوج، ماله وولادو، وتيبقى غير العمل الصالح ديالو. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان جالس حدا القبر وتيقول الصحابة أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. إحنا غافلين بزاف على هاد الحفرة اللي عارفين المصير ديالها، ولكن كنبغيو نساو. ما غاديش نحكي لكم سوء الخاتمة في الحلقة نتاع اليوم، لكن غادي نزيد نشارككم واحد القصة واحدة أخرى نتاع حسن الخاتمة، قصة اللي كانت غريبة بزاف وكانت منتشرة آنذاك في السعودية. بما أنه هاد الشيخ مشهور كيعاود بلي انه غادي يدخل المغسله ديالو وغادي يوجد الدفتر نتاع الحاله ديال الوفاه ديالو اليومي، وهو جالس فغادي يجي يدخل عليه واحد الراجل يقول ليه يا شيخ عندنا واحد الجنازه. قال لي واخا دخلوها للمغسله نبدل الثياب ديالي ونلحق عليكم. تيقول دخلت المغسله وبدلت وقلت لاحد الاخوه باش انه يخرج اي واحد من تما، وقال لي الشيخ خلي لي زوج باش انهم يعاونوني في الغسل ديال هذا الشاب. غادي يقول لي هذاك اللي تكلف باش انه يخرج الناس انا بوحدي يا شيخ، لانه كان من الاهل نتاع داك الشاب اللي مات. فخرج باط الميت وخوته وجلس هو بوحدو. تيقول الشيخ حطنا الشاب على المكان ديال الغسل، كيف بديت كنجردو من الملابس ديالو وغادي نكشف على الوجه ديالو، فاذا بداك الشخص اللي جلس انه يعاونني بدا كيبكي بصوت عالي. قلت لي عافاك، اذا ما كنتيش غادي تستحمل من الاحسن انك تسنى في الخارج وخلي واحد اخر انه يجي يعاونني. لا يا شيخ انا بوحدي اللي غنكون معاك. قلت ليه باش نعرف نجهز خوك، حيت اذا بقيتي على هذه الطريقه ما نقدرش نرد البال ونمشي نغلط وانت ما غاديش ترد ليا البال. قال لي صافي يا شيخ اسمح لي. فبديت كنجردو من الملابس ديالو ويلا بديت في الغسل وغادي يبكي مره اخرى بالصراخ، وانا نقول ليه عافاك خرج عليا. قال لي لا ما غاديش نخرج. فحاولت بطريقتي انني نعرف شنو السبب تاع هذا البكاء وهذا الغواز. قلت ليه راه الميت غادي يتعذب بالبكاء ديالك وخا نعرف شنو هو السبب. سولتو انت شنو كتجيه؟ قال انا خوه وباه امه. كيفاش انت ماشي خوه؟ لا الغوات كله انت ماشي خوه،
لا ماشي خوه، انا اكثر من خوه وباه امه. فاستغربت انا في هذا الكلام وحاولت باش انني نتلفوا بالكلام باش ما يبكيش، وقلت ليه شوف انا غادي نبدا كنغسلو وانت تقول لي كيفاش هو ماشي خوك. فبدا هذا الشاب كيمد لي المقص والثوب وسولته ويقول لي اسالك بالله واش عمر داز عليك شي زوج بحالنا؟ قلت لي كيفاش؟ قال لي يا شيخ قرينا الابتدائي بزوج والمتوسط بزوج والثانوي بزوج، تخرجنا من الجامعه بزوج، تعيننا بزوج في وظيفه واحده، وتزوجنا زوج ديال الخواتات، وبغى الله انه يرزقني بنت وولد، وهو رزق الله بولد وبنت، وكنسكنوا في نفس العماره اللي الشرجم ديالهم مقابل مع الاخر، كنمشيو للمسجد مجموعين والخدمه مجموعين وكلشي كنديروا مجموعين. واش يا شيخ عمر داز عليك شي اخوان بهذه الطريقه؟ قال لي لا انا خويا ما تنشوفوش الا في مناسبات. تيقول الشيخ انه سنين من الغسل، وقلت ليه دابا المطلوب منك اننا ندخلوا هاد خوك وصاحبك للمسجد وادعي ليه واخلص له في الدعاء. فعلا جهزوه وداوه للمسجد صلوا عليه، وفي المقابر ديال السعوديه فهي عباره على ممرات اللي كتسمى بالشرشوره اللي كيبداو من 30 ل 50 قبر واللي كتكون مرقمه. فدفنوا داك الشاب في الصف السابع او لا الشرشوره 7، يعني الصف 7 لكن في القبر 10. هذه المقبره اللي كان مسؤول عليها هذا الشيخ، كل فرد صلاه كيصلي على جنازه تما، هيش كانت اكبر وحده في جده وحاله الوفيات كانت فيها كثيره بزاف. تيقول لي انه دفنا هذا الشاب في صلاه الظهر، من بعد كل واحد مشى في حاله. ثاني يوم رجعت دخلت المكتبه كنسجل الحالات تولي كيف كل نهار، وكانوا شي اخوان كيتسناو. سولت العامل اللي تما شو كيتسناو، قال لي راه الجنازه كيتسناوك باش انك تدخل، علاش ما قلتهاش ليا من الاول؟ المهم تيقول الشيخ انه دخلت للمغسله وكان مع المتوفى باه وخوه، غير كشفت على الوجه نتا هذاك الشاب قلت للاب ديالو ما غريبش عليا هذا الشخص. الاب بدا تيبكي وتيقول لي حرام عليك يا شيخ، هذا اللي كان معاك البارح تيعاونك في الغسل نتاع صاحبه، هذا اللي كان تيمد لك المقص والثوب باش انك تكفن صاحبه، البارح كان معايا واليوم كان كيتغسل ما بين يديا، وكل ما انا كنغسلو وتنحرك فيه شي منطقه من الجسد ديالو كانوا الدموع ديالي تيطيحوا على ظهره من الدهشه. سولت كيفاش مات وعلاش مات، قالوا لي بلي انه طبيعي وقهرا على صاحبه وخوه. لما غسلنا وصلينا عليه وبغينا اننا ندفنوه، تيقول الشيخ غادي ندفنوه في القبر 11، يعني صاحبه في الامس كان في القبر 10 وهو في القبر 11، عاشوا بزوج وماتوا بزوج، الفرق غير شي ساعات وما كيفصل ما بيناتهم غير جدار. الموت ما كيعطيكش الوقت في اي لحظه وبدون تفكير، كانوا في الدنيا مجموعين وفي الاخره مجموعين محبه في الله، فالله يرزقنا حسن الخاتمه. احبب من شئت فانك مفارقه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هنا غادي نطبق عليهم الحديث نتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادشي كله اللي شاركتكم باش نذكركم انه ليس من باب التسليه. فالصالحون كانوا تيذكروا قصص بحال عامر بن عبد الله اللي مات وهو ساجد، وعثمان بن عفان اللي مات وهو تقرا القران، وعلي بن ابي طالب وهو تيفيق الناس لصلاه الفجر، ابو بكر، عمر وهو تيصلي الفجر. ذكروا هاد القصص ماشي غير باش يتذكروا صف، ولكن من باب العبرة. فالله يحسن الخواتيم ديالنا ويجعلها على ذكر، على صلاة، على حسن، على سجدة، على أي حاجة جميلة من عند مولانا. دابا جا الوقت فاش أنه كل واحد منا يحاسب راسه، كيفاش بغيتي الخاتمة ديالك في هاد الدنيا تكون؟ إذا بغيت خاتمة حسنة نصلح ما بيني وما بين مولانا الباطن، أما الظاهر كل شي تعرفوا علينا، لكن المصيبة هي في السر، في الخلوة، فاش يكونوا بينا وبين مولانا. اذا درنا بحساب الخاتمه ديالنا مولانا غادي يحسنها لينا. هذه كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى انها تكون اعطتكم فكره على القبر والاجساد ديالنا شنو توقعوا لهم فاش كيتدفنوا. ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.